مشهد الأيام الماضية لم يتبدل. يتواصل توغل الجيش الأوكراني في مناطق سيطرة الجيش الروسي شرقية وجنوبية البلاد إلى محافظة خيرسون تشخص الأبصار، هناك حيث أعاد الجيش الأوكراني السيطرة على بلدات عديدة ومنها ميكايليفكا الاستراتيجية، سيطرة أكدها الإعلام الأوكراني ولم تنفها روسيا التي وضعتها في إطار خروق أرجعتها للتفوق الأوكراني بعدد الدبابات. ومن الجنوب إلى الشرق، حيث لا تزال مدينة ليمان شمالية دونيتسك حاضرة في المعادلات بعد انسحاب الجيش الروسي منها، مدينة استراتيجية تؤكد أوكرانيا أنها ستكون منطلقا لتحرير مزيد من المناطق المجاورة في دونباس، هناك حيث أشارت تقارير إعلامية إلى استعداد الجيش الأوكراني لإطلاق معركة لوغانسك. هجوم جيشنا متواصل، هناك مدن وبلدات محررة جديدة في عدة مناطق، يستمر قتالنا العنيف على الجبهات كافة ويسقط لجيش العدو مزيد من الضحايا، يستحيل هزيمتنا، فنحن شعب يحافظ على الوحدة ويعرف ما يقاتل من أجله. التقدم الأوكراني المتواصل جاء في إعقاب إعلان روسيا ضم الشرق الأوكراني ومحافظات في الجنوب إلى الاتحاد الروسي، إخفاق روسي أتاح التخمين أن موسكو قد تلجأ لتصعيد مختلف في محاولة لقلب الطاولة. هذا ما أشارت إليه مجلة التايمز البريطانية، إذ نقلت عن مسؤولين عسكريين اعتقادهم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد كبير في أوكرانيا. وزيرة الخارجية الألمانية كانت أوضح في التعبير عن هواجسها، إذ أكدت في تصريحات لصحيفة ألمانية محلية أن برلين تأخذ التهديدات المتكررة لروسيا باستخدام أسلحة نووية على محمل الجد للغاية. كثيرون يشاركون ألمانيا هواجسها، ومنهم الولايات المتحدة التي أعادت التحذير من استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا. وبينما يبقى استخدام السلاح النووي في إطار الاعتقاد والتحذير، يجمع كثيرون في الغرب على أن المعادلات في الساحة الميدانية تتغير وأن الاحتمالات كافة بشأن الرد الروسي متوقعة.